بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا غريب كربلاء سليب العمامة والرضا محزوز النحر من القفا. من ذا يقدم للجواد ولامتي والصحب صرعى والنصير قليل. فأتته زينب بالجواد تقوده والدمع من ذكر الفراق يسيل. وتقول قد قطعت قلبي يا أخي حزنا، فيا ليت الجبال تزول فلمن تنادي والحماة على الثرى صرعى ولا منهم يبل غليل. ما في الخيام وقد تفانى أهلها إلا نساء بينهم وعليل. أرأيت أختان قدمت لشقيقها فرس المنون ولا حمل وكفيل. نعم عندما خرج الإمام الحسين قالت له السيدة زينب أخي انتظر قليلا. ما الأمر؟ قالت أخي إن عندي وصية من أمي فاطمة الزهراء، إذا رأيت الحسين وحيدا غريبا في كربلاء قبليه في نحره وصدره وشميه قبليه وشميه في نحره وصدره. تقول له يا أخويا عندي وصية من الزكية قبلي نحرا وخايفة عنك بعدوني. نعم قال الوداع الوداع يا فقاتل قتال الأبطال إلى أن احتوشوه من كل جانب ومكان. فكأني به إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي، فيا سيوف خذيني خذيني خذيني. عاد هنا كأني بالسيدة زينب تقول ضلع بينا ينوق على المصار، ضلع بينا ضلع بينا وعسى يبرد جثثهم، ضلع بينا ضلع بينا ضلع بينا. بالخيام وسمعنا ضلع بينا ضلع ابونا ضلع بينا. تهشم من حوافر خيل أمية تهشم من حوافر خيل
صاحت يا جدا يا رسول الله هذا حسين بالعراء محزوز الناح من القفا وبناتك سبايا وإلى الله المشتكى. جد مات ما حد وقف دونه ولا نغار غمض له عيونه يعالج بالشمس من خطف لونه يحط ظلال يا جدي من الحار. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين.